اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، نتواصل معكم عبر صباح الشروق على الهواء مباشره، ونتواصل ضمن الابداع والاقتصاد الابداعي من خلال حلقه اليوم. سعداء جدا انه ينضم الينا واحد من النماذج الفنيه المشرفه جدا كفنان شامل وفنان تشكيلي مميز، له تاريخ وباع طويل جدا في جوانب عديده واسهامات تعليميه مميزه من خلال غرس مفاهيم في نفوس عدد من الاجيال وعدد من الدارسين والطلاب في التربيه الفنيه، اصبح يعلم هذه التربيه للاجيال، وجايله ايضا عدد من المبدعين تزامل معهم وسويا عملوا على التميز وعملوا على زرع هذه المواهب في نفوس هؤلاء الطلاب. كان موجود من خلال لمسة إبداع اللي تحدثنا عنه مع ضيفتنا الأولى داليا، ويكفي أن نقول 30 عاما أو أكثر من الإبداع وربما يتواصل. أستاذنا وعمنا أيضا عوض عثمان، إحنا والله يا أخي سعيدين جدا بك عبر صباح الشروق. أهلا وسهلا، أنا برضو سعيد جدا جدا ألتقي بكم والتقي بمشاهدي الشروق، هذه القناة اللطيفة الخفيفة الطيبة. وفعلا أنا بديت تخرجت من كلية الفنون الجميلة والتطبيقية في أواخر الستينات، وبعد ذاك عملت أول مرحلة عملت فيها معلم في المدارس الثانوية، الوقت ده بيسموها الثانوية العليا. اشتغلت سنة في كوستي كانت جميلة جدا جدا، وبعد كوستي مشيت إلى كسلة اللي هي موطني الأصلي كسلة، أنا من كسلة. نعم. ودرست برضو في المدارس الثانوية التربية الفنية بصفة عامة يعني، وقدمت كثير من المناشط التربوية والمناشط الفنية والمعارض كذلك. ثم انتقلت إلى العمل داخل الوزارة، اشتغلت في دار النشر التربوي، زمان كان بيسموه مكتب النشر، عاصرت مجموعة من الفنانين وتعرفت بهم، زي مثلا شرحبيل أحمد، كنا بنرسم في مجلة الصبيان، وبعدين مهمتنا كانت في دار النشر التربوي الإخراج الفني للكتب والمجلات، كل الكتب المدرسية، يعني أنا يمكن عامل تصاميم لزيادة من 70 ولا 100 كتاب من الكتب المدرسية في ذلك الزمان، الوقت ده كان سنة 1970 لغاية يمكن 80، كنت في الإخراج الفني بدار نشر التربوي. اشتغلت الفترة دي، ثم انتقلت مرة أخرى إلى المدارس، فذهبت إلى عطبرة، وكانت فترة جميلة في عطبرة، درست في مدارس عطبرة الثانوية للأولاد وللبنات، سنتين مع الأولاد و4 سنوات مع البنات. المفارقة في أنه تقييمك للشغل الفني أو الرسم بالتحديد بين الأولاد والبنات، أنا قيمت المسألة دي، لاحظت أنه الرسم والتشكيل والألوان عند الأولاد يعني جيدة لكنها فيها ملل، يعني الأولاد بيملوا بسرعة جدا جدا، عكس البنات، البنات لما تجي حصة الرسم ولا حصة الفنون بيجوها بلهفة وبيجوا بأفكار جيدة وبيجوا بنشاط، فدائما رسوماتهم جميلة تتركز في الزهور في الورود في الأشياء الرومانسية، طبيعة اهتمام المرأة بالتفاصيل. أيوة دي. بالتفاصيل دي ودائما طبيعتك، الأولاد برسموا لك الحروب والمهدية والكذا وكذا عكس البنات، فالبنات من حتى من الرسومات دي استنبطوا مع عملة الحنة والزخارف اللي بيعملوها في المناديل، زمان كان في المناديل وفي الحاجات دي والشغل في الملايات كلام زي ده. ده الكلام الطيب. عمنا عوض او يابا خلينا شويه كده نمشي لانه الزمن عشان ما يسرقنا. أيوة. لو تكلمنا عن جانب اخر، معروف ان بدايه الانسان عرف بالفن، يعني حتى أيوة. الرسومات هي كانت بتعبر عن وحي الانسان بالفن ومعرفته. أيوة. حتى الصمت زمان أيوة. والكلام او غيره كان أيوة. برضه من اسلوب الفن. أيوة. لو تكلمنا عن الذائقه الفنيه او اهميه التربيه الفنيه بالنسبه للانسان، الانسان ككل، والانسان اللي دائما بينظر بكم زاويه كده لتفاصيل الحياه. طيب سؤال جميل جدا. أنا حبدا لك بقصة، كان في ذلك الوقت دعينا الرجل العالم البروفيسور الدكتور تيجان الماحي، طبعا مشهور تيجان الماحي، رجل من أوائل
أطباء علم النفس وعلوم النفس. ومن ضمن الأشياء اللي قال لنا، قال لنا أنا دار أديكم مثال كيف الإنسان بدأ مع الفن وما علاقة الفن بالإنسان منذ أن يكون طفل، يعني من ما يتولد. وقام جاب له ورقة حطها جنبنا في الطاولة وقام رسم دائرة جميلة، ورسم دائرة كده شوية مكعوجة. فقال الرسومات دي أنا رسمتها لولدي الصغير، أو ولده عمره 3 سنوات. قال لي يا أحمد أحسن نديك دي ولا نديك دي؟ قال ولدي هذا أبو صغير. قال لي لا أحسن دي ما دائرة. أخذ الدائرة الجميلة المستوية المكسرة أبا يأخذها. قال دي أدتني مفهوم بأنه الإنسان منذ أن يعني يشب ومنذ أن يتعلم يعاين ويسمع بيتخيل الأشياء الجميلة بطبيعته، ربنا خلقه كده دي. لذلك دي شيء من الإلهام في الإنسان وشيء من طبيعة الإنسان. الإنسان بدأ فنان، رسم في الكهوف، رسم في أشجار، رسم في الأواني، رسم في عندنا مثلا الفنون الشعبية تلقى حتى السكاكين وبيوت السكاكين بيعملوا فيها زخارف، الأواني بيعملوا فيها زخارف. فالفن مرتبط بالحياة ارتباط وثيق جدا جدا، حتى من النواحي الروحية. يعني الإنسان كان بيحتمي بالفنون وبالرسومات دي من غضب الطبيعة ومن الاستلهام، لأنه ربنا يجيب له الخير والأمطار وكذا. فكانت العلاقة علاقة روحية، علاقة نظرية، علاقة شفافة بين الإنسان. نعم، والفنان ينظر إلى كل ما في الحياة بعين الفن وبعين الجمال. نعم. أستاذ عوض عثمان، نحن في كثير جدا من المحاور محتاجين نتكلم عنها. نعم. لكن زمننا اليوم ما حيتيح لنا ده. طيب. ده خلينا نأخذ منك أولا وعد إنه تجينا في فترات عندنا كثير جدا من المساحات التوثيقية الموجودة الموجودة عبر شاشة الشروق. لازم تخصص لنا جزء من وقتك وتصلنا عشان بنوثق لك التوثيق. ده أولا. ثانيا عاوز نتكلم عن مشاركتك من خلال لمسة إبداع، ورينا مشاركتك وبصمتك ووجودك من خلال هذا المشروع وهذه الفكرة وهذه المجموعة وهذه المبادرة أيضا. تمام. طبعا الفكرة جات بالصدفة. أنا كنت بعمل معرض في مطعم وقاعة بابا كوستا، وعملت المعرض وبالصدفة قابلت هؤلاء الشباب، سلمت عليهم وقعدت معهم اتونس، عرفت إنهم يحملوا مشروع وشرحوا لي المشروع. فيعني حبيت هذا المشروع اللي هو لمسة إبداع. كلمة ذاتها كلمة جميلة. محتوى لمسة إبداع ولا هذه الرسالة هي بس روح الإبداع وكل ما هو جديد مباشرة. يعني حكايه انه الزول يخزن ابداعه، يخزن اذا كان فنان لوحاته او اذا كان شاعر شعره، لا كله يطلع للهواء مباشره، يرتبط بوجدان الناس، براي الناس، ياخذ ويعطي مع الناس. الحياه انفتحت، زمان الحياه كانت مقلبه، هسه الحياه انفتحت على الناس بكل ما في ذلك من جمال وبكل ما في ذلك من 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 الراي. يعني طيب استاذ عوض، كده قبل ما نختم معاك زي ما ذكر حسام، حنلتقيك ان شاء الله في مساحات اوسع تتعلق بهذه اللوحه الجماليه المحتوى، حنتكلم عن الفن التشكيلي بصوره اوسع. لكن الان من خلال وجودك في هذه المبادره بصمه ابداع مع الشباب، عايزين نشوف انت كملهم بالنسبه لهم في تجربتك، لانك مرت في الحياه بكثير جدا من الصعوبات وقدرت انك تتجاوزها. فكيف ممكن نعمل على ملاقحة الأجيال مع بعضها وأهمية المجايلة بالنسبة للشباب الآن، نديهم من خبراتنا وبرضه هم كمان ينهلوا مننا ونشيل أفكارهم عشان تنزل لأرض الواقع بكل جمال؟ يعني ده برضه كلام جميل، سؤال جميل. شوف الحياة دي ثقافيا وتربويا وعلميا وفنيا عبارة عن حلقات مترابطة مع بعضها البعض. تجينا من زي ما قلت لك من أجدادنا القدماء، ونحن نأخذ من هؤلاء ومن هؤلاء من ثقافاتهم من تراثهم، ثم نطور هذا التراث. الما عنده قديم ما عنده جديد. فكل الأشياء دي نستسقيها ونستلهمها مما تركوه لنا الناس من قبل. يعني أنا مثلا استلهمت معظم رسوماتي من الخلوة، من الشرافة، من الزخرفة تحت اللوح، ما في أجمل منها. فهكذا تكون الحياة، إنك تستلهم أشياء من تراثك، من البيئة بتاعتك، ثم تطور فيها. لا ما تطور فيها، لازم حكاية التطور فيها وتضيف لها دي مهمة جدا جدا. ف
فانا هسه لما يعني شاركت الشباب ديل في مشروع عندي بحاول بتجربتي المتواضعه دي انه اوريهم كيف يعني يطوروا العمل وكيف يعني يبرزوا عملهم بصوره فنيه مقبوله وكيف يبدعوا وكيف يطوروا الابداع اذا كان في ابداع مهارات الكذا كيف يعني ينموها. ودي الرساله وان شاء الله يعني الرساله تكون يعني ممتده يعني ان شاء الله والله يتصل لكل الناس وعليكم دور كبير جدا وعلى الشباب دور اكبر انه كيف يقدروا ينهلوا بين معينكم ويتواصلوا عبر هذا المشوار الابداعي. التقي ان شاء الله في مواعيد أوسع وأزمان. أرحب إن شاء الله، سعيدنا جدا بك عبر أستاذ عوض عثمان الفنان المتكامل والتشكيلي والأب والأستاذ المعلم والمربي والمدرس. شكرا جميلا لك ولحضورك اليوم بيننا في صباح الشروق. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لكم وعلى هذه الاستضافة الطيبة. والله أنا دائما أحب يعني أجلس مع الشباب، انا كده روحي كده مع الناس العجايز عجوز مع الشباب شباب روح الفنان الجميل. والله يا سيدي انا ممنون ليكم انه الاقي شباب زيكم بالشكل ده يعني يقدموا برامج زي دي، برامج ترفيهيه وعلميه وثقافيه وفنيه. شكرا الف شكر ليكم.